وهذاك مارشيوال غادي لانه الصفه اللي كنا في الكونترول ديال الليله هذوك الارقام تقريبا 45000 مرقم 45000 380 مرقم راه ساهل. فكما يعلم الجميع انه مع اقتراب الديربي فالجمعيه دائما كتنظم لقاء تحسيسي حول الشغب ولحد من الضايعه، ولكن هذا العام ارتأت الجمعيه بانها تبدل وخدينا موضوع تناولنا الموضوع من واحد الجانب اخر بعنوان الملعب الجامع لا داعي للتخيب. فكما كيعلم الجميع ان الملعب الجديد ديال الدار البيضاء مركب محمد الخامس في الحله الجديده ديالو ولا واحد المعلامه واللي تصرفت عليه ملايير كثيره، فاحنا كواجب ديالنا يجب المحافظه عليه. فالجميع كيعرف ان قطبي كره القدم ديال الدار البيضاء الوداد والرجاء ففعانت الامرين كثر التنقل الترحال، لعبنا في مراكش في اكادير في الرباط، دونك الناس عانوا الامرين فما بغيناش يحدد لنا نفس لو ميم سيناريو. دونك هنا احنا من هذا اللقاء حاولنا نجمعوا كاع دوك المشرفين على الشان الرياضي المغربي خاصة من خلال رئيس ديال الشركة المنظمة كازا ايفنت، مدير ديال الملعب، الناس الصحفيين، باش نتناولوا الموضوع من هذه الزاوية، نخرجوا بواحد التوصيات باش نحطوها اون براتيك باش نلقاو شي حلول باش ما نبقاوش دائما نوقعوا في نفس الغلط. دابا الحمد لله يلا تلقيت الدعوة من عند إدارة مركب محمد الخامس باش نعطي واحد الإضافة في المساعدة في التنظيم وفي الولوج مركب محمد الخامس وتنشيط المرافق اللي تتعلق بمركب محمد الخامس. وبالنسبه للدعوه ديالنا اليوم في اللي تلقيناها من عند العائله الوداديه اللي مشكوره دارت هذه البادره ودارتها بهذه المناسبه اللي قبل من الديربي والاحداث ديال الشغب اللي عرفتها الملاعب الوطنيه، اذا مشكوره وعبد ربي كحكم وفاعل من الفاعلين ضمن الاطراف المتداخله في اللعبه، وكل واحد من هذه الاطراف المتداخله في اللعبه فهو الا خاصو يسعى باش ينجح ذاك العرس الرياضي اللي فيه الحكم واللاعب والجمهور والمتفرج. وهذا وهذه دعوه انا عطيت الطلب للجمعيه العائله الوداديه باش ينظموا دورات تكوينيه للجماهير باش هما يعرفوا قوانين اللعبه ويعرفوا التعديلات اللي طرات على قوانين اللعبه والمديريه الجهويه لتحكيم عصبات الدار البيضاء او المديريه الوطنيه على الصعيد الوطني، فهي راه الاشاره كي من جهه الطلب فهي غتصيفط اطر باش يديروا هذه الدورات التحسيسيه في تعديل قوانين مواد كره القدم.